طيب الفقرة اللي جاية هي فقرة رياضية بامتياز. امبارح كان في مباراة غاية في الأهمية في دور ال 16 بكأس الرابطة الإنجليزية. ليفربول بيحقق فوز على برايتون بنتيجة 3-2، توتنهام بيفوز على مانشستر سيتي 2-1، نيوكاسل على يونايتد على نيوكاسل يونايتد على تشيلسي بنتيجة 2-0، وأخيرا مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 5-2. على فكرة في نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، فبتحصل لخبطة يعني. فعلا النهاردة نتعرف على تفاصيل المباريات دي من كابتن إبراهيم هلهول مدرب الاتحاد الإنجليزي معانا. أهلا بيك وصباح الخير عليك. صباح الخير يا أستاذة دينا، صباح الخير يا أستاذ رجائي، وصباح الخير يا مصر وتحيا مصر. وكانت المباريات امبارح قمه في الاثاره. انا شخصيا كنت في مباراه نيوكاسل هنا في شمال انجلترا، وتشيلسي مباراه كانت قويه جدا 2-0، كانت مباراه يعني ولا اجمل ولا امتع، مباراه كانت قويه جدا يا استاذه دينا. استاذ رجاء الملعب كان يعني تقريبا كان فول، كان مليان جدا، ما فيش فيه قدم فاضي. لا الكره الانجليزيه يعني حاجة قوية جدا جدا جدا، وحاجة قمة المتعة. طيب عايز اعرف منك في البداية كده، في شفت ازاي تأهل ليفربول لدور الربع النهائي وتألق طبعا الهولندي كودي جاكوبو في المباراة؟ طبعا مباراة ليفربول كانت كلنا بننتظرها طبعا علشان نجمنا الكبير محمد صلاح. مباراة كانت قوية جدا طبعا، برايتون من الفرق القوية اللي انا يعني بحب اتفرج عليها، ولكن كاجبو طبعا كل يوم بيتألق، كل يوم بيزيد يعني في الاحترافية، وبيروح للكورة عشان الكورة بتحبه جدا، وبيروح يجيب اجوان. وطبعا كاجبو ده نجم كبير، انا على المستوى الشخصي قابلته اكتر من مرة. فرقة ليفربول كفرقة كمان دلوقتي بدأت تتكامل، يعني تتجانس كلها، يعني بنقولها بالانجليزي كده جيل تجذر، لان طبعا الراجل كمان اللي هو ارني سلوت بيتكلم نفس اللغه، فتلاقي ان في حافز كمان عنده عند فان دايك. لا فرقه ليفربول دلوقتي ماشيه كويس جدا، الكيرف ما شاء الله عالي جدا. مباراه كانت قويه، برايتون مش فرقه سهله، ولكن تم اقصاء برايتون، ويعني النهارده ليفربول هيلعب مع ساوثهامبتون فين؟ في لندن، فهتبقى مباراة قوية جدا في الدور اللي بعد كده يا استاذ رجائي. كابتن ابراهيم، ليفربول هو البطل التاريخي لهذه البطولة برصيد 10 بطولات. محمد صلاح مقدم مردود ولا اروع، بنشوف الصحافه يعني محمد صلاح بيتصدر الصحف الانجليزيه تحديدا. شايف ازاي اسهامات صلاح في هذه البطوله وحظوظ ليفربول في هذه البطوله؟ بص كابتن رجائي، كارباو كاب دوت انا في بعض المدربين مش بتحب تكمل فيه، يعني مش بيبقى هم لهم الاولويات فيه قوي، ولكن هي بطوله في البريمير ليج، هي بطوله موجوده. ايوه برافو عليه. يعني هي بريمير ليج بيبقى رقم واحد، تشامبيونز ليج بيبقى هم مركزين فيه اكتر. لعيب بيلعب عندنا هنا في انجلترا حوالي، كنت بكلم مع حد امبارح، حوالي 200 نقط 200 دقيقه في الاسبوع، يعني كتير. فهم بيحاولوا ان هم يعني البطوله دي جت ما جتش، بدليل ان مان سيتي ما كانش زي ما حضرتك شفت امبارح، ما كانش الاحسن يعني، وتم اقصاءه. ولكن نرجع لليفربول، ليفربول ومحمد صلاح، بقول لحضرتك ايه، محمد صلاح في قمه التالق بتاعه. محمد صلاح النهارده من احسن لعيبه العالم في الارض حاليا، محمد صلاح قمه الـ يعني قمه النضج الكروي، اللي هي المنتاليتي العالي قوي. اللعيب عندنا هنا يا استاذ رجائي يا استاذ دينا بيوصل 30 سنه في الكره الانجليزيه، بيبقى في قمه مجده، من ملاعب، من سيت اب، من سيستم عالي جدا، الملاعب كلها مليانه عن اخرها كره قدم حقيقيه. فاللاعب بيبدع في الفتره دي. ليفربول هم اكتر ناس خدوا البطوله ديت، ولكن السنه دي انا شايفهم ماشيين والكيرف عالي ما شاء الله. ومحمد صلاح اكسكلوسيف لحضراتكم ان شاء الله في صباح الخير يا مصر، هيكمل في ليفربول، مش هيروح في اي مكان تاني. محمد صلاح هيجدد ان شاء الله العقد بتاعه في ليفربول، وهيكمل وهيمتعنا كمان وكمان، وهيجيب وهيحصد الالقاب ان شاء الله في المستقبل باذن الله. ده خبر حصري ومهم جدا، لان كان بتتوارد انباء كتير عن رحيله عن ليفربول. طيب خلينا بقى ننتقل من ليفربول، نتكلم على اقصاء توتنهام هوتسبير لمانشستر سيتي من دور 16 امبارح. طيب زي ما قلت لحضرتك ان البطوله دي مش بتبقى تيجي، يعني مش الاولويه عند المدربين. بيب جوارديولا
طبعا كلنا عارفين ان هو اخر موسم ليه، خلاص هيمشي في الصيف اللي جاي دوت، هيترك بعد سنين كتيره مع مان سيتي. فهم مركزين في تشامبيونز ليج ومركزين في البريمير ليج. البطوله دي مش جوائزها مش اكتر حاجه، يعني مش بطوله، ولكن هي بطوله الاتحاد الانجليزي او الاف اي عاملها، طبعا ترويجيه علشان السبونسر، وعلشان طبعا كلنا عارفين التي في رايت وي وي وي. ولكن هي مش بطوله مش بتيجي رقم واحد عندهم عند المدربين، ولكن هم بيركزوا اكتر في البريمير ليج. ودي طبيعي ان في كاس، مباراه الكاس اي حد يكمل واي حد يعني يتعطل طبعا. ولكن زي ما احنا شفنا امبارح طبعا كان يعني توتنهام بيفوز على مان سيتي، وانا شايف ان هي مش سهل ان انت تكسب مان سيتي حتى سواء على ارضه او بره ارضه. بس هو على فكره كابتن ابراهيم، يعني ملعب توتنهام من لو انا فاكر يعني من 2019 المان سيتي ما كسبش توتنهام باستثناء اخر ماتشين، يعني هو اصلا بيجد صعوبه ان المان سيتي يفوز على توتنهام. المان سيتي الفرقه التي لا تقهر، مان سيتي فرقه قويه جدا، مان سيتي عندهم اكتر من فرقه، عندهم فرقتين ثلاثه، مان سيتي بيب جوارديولا فعلا حظهم وحش مع توتنهام. اه بالظبط كده، توتنهام يعني هم بالنسبه لهم يكسبوا مان سيتي ان هم خدوا كاس العالم. يعني انت عشان تكسب مان سيتي سواء في مانشستر او بره في اي مكان في انجلترا او بره انجلترا، الموضوع صعب جدا جدا جدا. فرقه متكامله، مدرب معاهم محترم جدا بقى اللي هو غير في كره القدم في العالم كله، استاذ رجائي بيب جوارديولا طبعا مدرب خطير، مدرب قوي جدا، وممكن مع الايام ربنا ويدينا انا وانت واستاذ دينا والمشاهدين العمر، ممكن في يوم من الايام هنشوف بيب جوارديولا مدرب لمنتخب انجلترا. انا حاسس ان هم في يوم من الايام هيجيبوه، الراجل مقيم في انجلترا هنا، راجل عايش في انجلترا اسباني ولكن مقيم هنا، وانا شايف ان الاتحاد الانجليزي ممكن يستعين بيه في المستقبل ان هم ياخدوا بيه كاس العالم. هو براند نيم يعني كابتن ابراهيم، ممكن معلش ممكن تقول تاني معلش، هو براند نيم يعني بوب جوارديولا براند نيم طبعا. ايوه ما شاء الله، لا مدرب قوي جدا، انا شفته على المستوى الشخصي، مدرب عنده شخصيه، مدرب جوه الاجريسيف جوه اوضه اللبس، يعني مدرب عنده شخصيه قويه جدا جوه اوضه اللبس غير لما بتشوفه التلفزيون على الشاشه. لا مدرب صعب جدا ان انت تكسبه، عشان تكسب جوارديولا النهارده لا انا يعني بسقف طبعا، وجود لك توتنهام ان هم فازوا عليهم وطلعوهم، يعني الطريق بعد ارسنال اللي هيلعب بالاس ونيوكاسل هيلعب برانفورد هنا عندنا في شمال انجلترا، وطبعا هنشوف كمان توتنهام هيلعب اليونايتد، هتبقى مباراه قويه جدا يعني، هتبقى في لندن ولا اللي جاي هيبقى حاجه قويه جدا ان شاء الله، وهنشوف كوره بقى بكره قدم حقيقيه بجد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايزين برضو نعرف تفاصيل عن تاهل نيوكاسل يونايتد لدور ربع النهائي بكاس الرابطه الانجليزيه ده بعد الفوز على تشيلسي بالثنائيه امبارح. لا ده مباراه كانت قويه جدا جدا جدا. نيوكاسل دلوقتي بيصير طبعا بعد الاستثمارات بتاعت الصندوق السعودي، وان هم خدوا النادي وان هم بداوا يصرفوا على النادي، نشوف النهارده كل الامكانيات متاحه لنيوكاسل، مش ممكن، الملعب مليان امبارح اكتر من 60 70 الف، الملعب فول متقفل امبارح، كان التسيد لنيوكاسل. طبعا تشيلسي حاول اكتر من مره وراح على ولكن كان المباراه كانت جميله جدا ممتعه، اتفرجنا عليها كلنا وتابعناها. لا نيوكاسل مع ايدي هاو بيقدموا من السنه دي حاجه قويه جدا، وبيقدموا كوره حقيقيه، وانا شايف كمان ان نيوكاسل ان شاء الله ممكن يبقى يعني من التوب 10 السنه دي ان شاء الله، وهيبتدي يحاول ياخد البطوله دي، لان هم عايزين ياخدوا بطوله، استاذ دينا بيحاولوا ان هم ياخدوا بطوله مع ملاك النادي السعودي، يعني ان هم بيحاولوا ان هم يعني جماهير نيوكاسل دي جماهير بتعشق كره القدم، يعني امبارح بصراحه كنت انا موجود انا ويعني واصدقائي وكده موجودين في المباراه. بتقول يا كابتن ان هي كانت اجواء حماسيه وكانت مباراه يعني جميله جدا وممتعه للغايه كمان. جدا جدا جدا، عايز اقول لك كمان ان جماهير تشيلسي كانت اخده يعني مدرج كبير جدا، جايه من لندن، جايه بالقطار، حضرت من الصباح الباكر في مدينه نيوكاسل، وخشوا المباراه قبلها بساعتين لانوا اتبسطوا. لا انا عايز اقول لحضرتك انا بتمتع بالكره الانجليزيه، الكره الانجليزيه دي حاجه استاذ رجائي يعني جميله جدا، زي ما انا عشان كده بقول لحضرتك ان استحاله محمد صلاح يسيب كل ده
ويروح يبدا في مكان تاني. ده حقيقي. No way يعني. ده احنا عارفين ان دي بتبقى انباء كده سكاترد كده بتنتشر قبيل موضوع التجديد، يعني دي حاجه معروفه يعني. طيب اليونايتد تحت قياده طبعا فان نيستل روي شكل تاني، اداء تاني، فايز بخماسيه على ليستر سيتي بكاس الرابطه. شفت وتابعت ماتش ازاي؟ طبعا بدايه قويه مع فان نيستلروي ابن هولندا برضو، يعني امبارح ان الكره الهولنديه امبارح عامله، يعني الهولنديين عاملين شغل في انجلترا. فان نيستلروي طبعا نجم كبير، حاضر جاهز واقف على رجله، بداوا المباراه عايزين طبعا يخشوا بدم جديد. الراجل دخل له قال لهم خلاص ننسى اللي فات نبدا، وكان وفعلا المشكله في مانشستر يونايتد ان هم اللي عندهم السكاوتنج مش احسن حاجه، كشافين بيجيبوا يعني الريكروتمنت او اللعيبه اللي بتيجي مش هي اللي بتبقى اللي بتقدر تفت او تقدر تبقى موجوده معاهم جوه الفرقه وتكمل معاهم في تقريبا لثالث موسم على التوالي يعني. كابتن ابراهيم، بص يا استاذ رجائي، بيصرفوا فلوس كتيره جدا، احنا بنتكلم في 400 مليون 500 مليون يعني. الملاك الامريكان بتوع مان يونايتد بيصرفوا ما بيهمهمش عشان ياخدوا البطولات ويرجعوا تاني في العهد القديم، ولكن للاسف مش ماشيه الدنيا. وزي ما انت شايف حضرتك مان سيتي مسيطر في انجلترا، ولكن فان نيستلروي ممكن ممكن الراجل يعني يبقى هو رقم واحد ويبتدي يكمل ويبتدي يشتغل مع الفرقه ويبتدي يوقفهم على رجليهم وياخدوا بطوله برضو. يعني الكاس النهارده كاس الكاراباو دوت يا استاذ رجاء استاذ دينا متاح لاي حد، اي حد ممكن ياخد البطوله دي ان شاء الله. هو دائما وابدا يعني الكره الانجليزيه يعني هي ليها رونقها وليها متعتها. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الانجليزي، اشكرك شكرا جزيلا.